بحبش الدوشة بصراحة. مفاجأة، احنا لسه جايين من بره كنا بنشتري الشقة. طبعا شفت الفيديو حتى قناة حمدي وفاء. اهلا. هي بيت كده وانت هنا وفي الحفله. معلش التفاصيل في كل حته. احنا صغتين فصيل قوي يعني. كفايه كده كفايه. وانت انت عايز انت كمان قاعدين عمالين بتنحكشوا مشاعري. اعمل ايه طيب؟ ما تبص الراحه بعيد عندنا يا عم. مشاعري بتتنحكش، عايزين نشوف حد. هو بيحاول يتكل على الله. احنا دلوقتي عايزين نتعشى وانتوا قاعدين من ساعه ما جينا. عايز تقوم تعمل لك اكل يعني؟ لا مش كده. في ولا في ايه؟ ناكل مع بعض. طب انت جبت اكل وقلت لك لا. احنا دلوقتي عاملين كوارع. اه ماشي، هي محتاجه كوارع. هي فعلا ده وقتها. لا مش وقتها النهارده الخطوبه. معلش دخله. لا الخطوبه انا ابو العروسه وبعتبر الخطوبه بقى. النهارده الخطوبه، فاحنا هنعمل ايه؟ طبعا عريس وعروسه وجايين ولازم نعمل حفله ونحتفل بيهم، واللي هو يعني ايه نجيب لهم اكله حلوه ترم عضمهم عشان نرقصنا كتير. طبعا شفت الفيديو عند قناه حمدي وفاء، فاللي هو يعني ايه تعبنا النهارده. الحمد لله ربنا عدها على خير وفرحنا، وده الهدف من اللي انا بعمله، ان انا اخلي كل اللي حواليا مبسوط. على راي اللمبي اصرفوا لهم كرتونتين بيض. اصرفوا لهم كرتونتين بيض. فان شاء الله كده قريب نبقى بنحتفل بقى محمد هو كمان بقى، واحنا بنهيصه كده مع ميرفت، وبعد منه ان شاء الله الحمد لله. بس لسه شويه ثلاثة. لا ونسيت حاجه مهم. يحيى اهم واحد طبعا. نفرح بتخرجه ان شاء الله ويبقى دكتور قد الدنيا وتلبس الدبه باذن الله. اهم حاجه دلوقتي بقى عايزين نبارك طبعا للعريس والعروسه ونقول لهم الف مبروك. وعايز اقول له وفاء، وعايز اقول له الدنيا كلها قدامكم دلوقتي، ان وفاء تستاهل بجد، تستاهل لانها ضحت وتعبت كتير مع حمدي. فهو على فكره يعني مش بيتمنظر ولا حاجه، هو لا بيعوض وفاء. احنا اللي حضرنا وشفنا، واحنا اللي كنا حاسين ولامسين. فبصراحه ربنا تستاهل كل خير، ورب ربنا يا رب كل يرزق شاب كده وواحده تكون بنت حلال تحافظ عليه وتبقى. واهم حاجه، اهم حاجه يكون صوابعها رفيعه زي وفاء عشان ايه ما تدبسش جوزها. انا الحمد لله مدبس صوابعها صغننه. لا هو بالصبر، حتى لو واحد ما جابش او ما قدرش يجيب، بالصبر وان يتكاتفوا مع بعض في ايا كان المجال اللي هيتكاتفوا فيه في حياتهم عموما، ويبقى ما بينهم موده ورحمه، بينهم حب وخير، ويقدروا يكملوا مع بعض الحياه، وبعد كده يقدروا يعملوا كل حاجه ويوصلوا لابعد ما يمكن. يعني صح. الدنيا دي بلا نهايه، احلام كبيره، طموح كبير، فربنا يوفق كل الناس. والبوس بتاعنا جه بقى. البوس بتاعنا جه. انا جايب دبله وحمات اللي جابتها لي. عوضتها. اقسم يمين بالله دبله وحمات اللي جابتها. الزمن لف اهو. صحيح. وبسم الله ما شاء الله. هم ذهبي حبيبه قلبنا كلنا. هم ذهبي عيالي ليه اللي منورانا ويزالي ذهبي وكل حاجه. طبعا نبارك للعريس والعروسه مره كمان. فين الكوارع؟ فين الاكل بقى؟ انتوا كنتوا عايزين الاول. عاوزين بقى يا حاجه ان يعني نعشي العرسين عشان تعبوا النهارده. الاكل جاهز. طب يلا ايدك في ايدي كده عشان ايه نمر الصعب. يلا نغرب. كملوا احنا اسكنا تعالوا كملوا انتوا بقى. تعالوا وانا عامله اللي عايزه. النور ده اطلع على الله بقى. اتكل على الله. يلا عايزين حاجه. ايه ده؟ مشيتوا ستوا على الله يا عم. يا عم يا سلام على الجمال. تسلم ايدك يا حاجه. تسلم ايدك. الاكل كان فعلا كان لازم قبل ما نيجي. كان بعد ما نيجي. انت لسه قاعدين؟ انت لسه الاكل جاهز. يلا يا اخيرا احنا مستنيكوا يا عم. كنا ننام ومدينا النور. اه انتوا مدينا النور. ايوه كده. ايوه كنا ننام من يلا افرحي يا عروس. انا العريس. اه صح، ده مش انا العريس، نسيت. اتفضلي اتفضلي يا فندم. خلاص بقى كوارع. انا اكل كوارع حضرتك. سؤال على الجاكيت بقى. قدمش كوارع العجل. لا بس الحمد لله اليوم كان جميل وكان. بس ايه رايك في الشغل؟ انت على فكره خدتني في دوكم وما قلتليش ايه رايك. جامده. يلا قول لي انت ايه رايك. لا انت جامد. انت عريس. لا رايك فيا انا بقى. لا مز صح؟ خلي بالك منه. ليه بقى؟ عريس بقى. عريس وما شاء الله يعني ايه؟ على عريس طمع. ما تتخلي بالك هيتخطب. بص بقى انت لازم تعملوا تحدي على الكوارع دي كلها. يلا يا اخوي اهو. وفاء خلي بالك منه. امانه الاب كده. تمام
ناخد راحتنا بقى في الاكل نشمر. سيبك بقى من شغل البدل والكلام ده ما بياكلش معايا. انا مش عايز حاجه تفيد من الاكل ده. انا على قديمه. اه يا سيدي يا سيدي الحاج اصلا من الصبح يعني امك قاعده من الصبح بتعمل الاكل ده بيقول لك لازم بعد اما نيجي العشاء بتاعنا مين اللي هيعمله انت ولا حماتي؟ انا وحماتك. انتوا الاثنين هتجتمعوا مع بعض كل انواع الطيور سمان غربان اي طير بيطير احنا ندخل مسابقه في عشاء. اه انا وهي بالظبط. مين اللي عمل اكله؟ انا صحتي عايزه. ها عايزين غزير. بالظبط انت داخل على مغامره. يلا ماشي يا عم داخل على طمع. مره عايزه اتجوز. يلا عود تعالي يا ام عود. عايز تتجوز عشان تاكل كوارع؟ لا انا كده كده هاكل كوارع بس انا عايز اكل الطيور اللي بتقول عليها. لا بس مش العشاء اللي انت بقى تبقى كوارع وكفته و... لا مفيش كوارع في بنت الدخنه. لا مفيش كوارع. حمام بس قبلها بيومين. اه قبلها بيومين. اهم حاجه بقى هامنك امانه ودي هامنها لك ووثيقه قدامه. تعرفينا علينا الصينيه فين يوم ما تعطيها. عشان احنا هنعمل لك التراخي لو عايزيننا نستخبله بتاعت السرير ونوريكوا كل حاجه في الاكل. هعمل حسابكم في العشاء. بص بص هات الكاميرا هنا هات الكاميرا هنا. الله اكبر الله اكبر. خمسه وخميسه في عيني اللي ما يصلى على النبي. الله اكبر الله قولي يا حاج. طب كفايه اكلك انا بقى. يا سيدي انت سميتك يا عم. ميرسي يا حاج. ابارك لك. ميرسي يا حاج. يا حمد ولا ايه بقول يا حسن؟ لا عايز عقلي حسن. استنى دلوقتي انا عايز بس اقول لك هو فعلا ايه موضوع الناس عماله يقولوا شبهك شبهك؟ مش شايف في شبه منك خالص. ايوه مش شبه بالظبط. فين ده؟ ايوه يا ابني شبه. هو انت دماغك وسخه كده؟ هو ولا وطبعي كمان. يعني يا بختها اللي هتاخد حسن الاخر بقى. سامعه سامعه ان انت تركزي. بص كل اللي فات ده ملناش دعوه بيه. انت تحملي الفيديو وتقصي الحته دي وتخليها عندك. كل اللي فات حماده دي اثبات. ده فعلا طبعه زي طبعي بالظبط. تصرفاته في مني كتير حتى بسواقه العربيه بس بعرف اسوق عنه شويه طبعا يعني دي حاجه مؤكده. ايوه هو اللي معلمك. خلاص بقى يا جماعه نقدم لهم حاجه يشربوها بقى عشان هما النهارده بصراحه تعبوا جامد جدا فمش هنغلس عليهم بقى اكتر من كده بس لازم برضو نقفل معاهم بلقطه رومانسيه كده. ربنا يا رب يكرمهم يسمعوا الكلام وما يغلبونيش عشان انا عارف ان العريس والعروسه بيعملوا كده. ايوه كده طلعتونا. طب ما قلتليش انا كنت قمت اعمل حاجه ساعه على انت عملت لها عامل العريس. بس انا عايز انا عايز انت انا شفت ريقه. لا 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 والله انا عامل مقلب بس انا هامنكم امان. صحيح هأمنك أمانة يا وفاء. أنا مش هأمن حمد أوصيك كده. لو جبتي توأم بالله عليك ليه واحد. بالله عليك. طب قول لها تدعي لها أو قول لي قول لي أرقصها من رجلها عشان تحصلها في دخلها. عشان مش لو جه توأم يبقى في واحد ليا. طب كنت عايز شربات منك وهتعمل. طب والله أخش أجيب شربات لو عايزين. لا لا استوب استوب. ايه هو احنا هنعدي لنا كده. بص هو ايه دي واحد كده واحد كده يا ابني مش خطوبه. معلش انت فاهم غلط. معلش خد يا ام دياب. هما بقوني كده في المدرسه هتدلقوا عليا. اوعى تدلقوا عليا اهو امسكي نفسك. طب شربني. مبروك مبروك يا عيال قلبي مبروك. انا شربت انت شربت خلاص خلاص. احنا لازم نعيش اجواء الجواز من البدايه يعني لازم في الحاجات دي لما كانت حصلت كنت انا لسه صغير اللي هو كانوا اصلا اللي هو كده هوريكم مشاهد. لو حابين نعرض لكم لقطات من فرحنا الاولاني قولوا لنا في التعليقات او بلاش. لا بلاش عشان هتشوفوا حاجات. هوريكم حسن وهو صغير ومحمد وهو صغير. انا بالامانه عليك مش كنت عاقل انت. اه انت كنت بتتمنى بالله عليك. اعرض الحته اللي فيها حسن وهو بيرقص. يا لو عسل. اه عسل. هوريكم حسن وهو صغير كان بيرقص. لا ما هو لو شفوها صغير كده هنبقى احنا نبان كبار هيكبرونا. ما احنا كبار برضه. كبار مقال. كبار مقال. لا على فكره مش هنحط حاجه من اللي حصل دي ومحدش يكتب اي تعليق. هحط لكم لقطه بتاعت حسن. والله كان شكله حلو قوي. كان صغير قد محمد ابني كده وكان بيرقص. لا قد محمد. اه كان قد محمد. وكان سفروته صغنن كده وكان مكسر الدنيا. ولا يحيى لو شفتوه هو لابس البدله. ولا يحيى. اه يحيى كان لابس بدله في الفرح. كان بيرقص برضه. كان صغنن كده. عطوا الكرونه عطوا الكرونه. نسخه من بلال والله العظيم. يحيى وهو لابس البدله نسخه من بلال ابني. شفته؟ بس انا وفاء بقى مش شكلنا ما اتغيرش كتير.
هتحسوا ان احنا زي ما لا بس ما كانش في دقن احنا نمونا و ما كانش في دقن لا كان شكلنا صغير لا كان شكلك صغير قوي ما كانش في دقن وشعرك كان صغير شويه ماشي بس برضه لسه برضه ليا في هتشوفوا هتحكموا هتشوفوا وهو ما كبرش برضه لو عايزين تشوفوا اللقطات دي حصريه ليكوا بس جمهوريه حمدي ووفاء اي حد مش مشترك في القناه مش هنفرجه على الفيديوهات دي اشتركوا في القناه والله اي حد مش بصوا مش هننشرها غير للمشتركين بس هنودينا للمشتركين واللي بيتابعونا على الانستجرام هم اللي هننشرهم الصور بتاعت الفرح وهننشرهم الفيديوهات بتاعت الفرح بس الناس اللي بتتابعنا بس الناس الثانيه لا عايز بقى اطلب بقى طلب من جمهوريه حمدي الكبيره قوي ان انتوا دلوقتي تاخدوا لقطات من بتاع الفرح ديت وتعملوا لنا منشن على الانستجرام وهنشيرها وننزلها عندنا ستوريهات كلنا هنعمل لكم شير كلنا بالظبط كده شاركونا الفرحه علشان خاطر ان شاء الله بنتمنى لكم كلكم تفرحوا زي ما احنا فرحانين فرح يا جماعه هنقفل بقى الفيديو عشان العريس والعروسه من الصبح بقى تجهيزات بقى وشبكه بقى تعبنا والله فعلا فرح النهارده علشان بقى خلاص كده يخشوا بقى يرتاحوا ربنا يسهل كده عشان ايه نبتدي نجهز اللي جاي استنى اللي جاي كتير بس حلوه الحلقه دي يا حازم تحس ما تحكيشوش الحلقه واخد 130 جنيه سيبه يفرح يا انت مش هتنام النهارده انا مش هنام انا هفضل صاحي قاعد كده انا هنام على وشي عشان ال 130 جنيه مش عشان ال 130 جنيه طبعا ما يكسبنيش عشان يعني انا تعبت انا وعملت الحلقه كانت زحمه يعني لا وكان بيلسعوا انت عارف يا حمزه زياد ونيره تاني مره يحضروا فتحك كده اه لان هم حضروا الاولاني اصلا وكانت نيره على ما انت متجوز ما انا معايا زياد ونيره لقيت بيبي صغننه احنا بنتكلم قوي وانتوا بقالكم كام سنه 11 سنه الله اكبر يعني بدلوكم قد ايه اتقفلوا انا بقى 40 سنه متجوزه لا انا هقول لك على حاجه هو كده حمدي بيجدد الرخصه بتاعته اه الرخصه بتاعته بيجدد هو النهارده كان بيفحص يعني هو كان في المرور بيعمل فحص بس انا يا كمان الف انا يا رب يكون الفيديو عجبكم واللي كمل معانا الفيديو لحد الاخر نقول له ميرسي طبعا استنوا الفيديو الفرح الجاي ان شاء الله وبقيه التفاصيل وفي احداث برضه في الفرح هتعجبكم مفاجاه وعايز اقول لكم بقى ان انا عامل مفاجاه في الفرح جامده جدا جدا ومش هحرقها لكم بقى هتبقى مفاجاه للكل اصلا كده تحت الكوشه تحت الكوشه يلا مع السلامه